تقدر تتخيل انك تعمل حاجات بايديك من غير مسدس الشمع، ولا بتفضل انك تشتغل بالطريقه الكلاسيكيه؟ تعالوا نشوف تحدي مسدس الشمع ضد الطريقه الكلاسيكيه في الفيديو الجديد. ده ميعاد برنامج الاستاذ عصفور. النهارده معاه 2 متسابقين لمدرستين مختلفتين. دولي النهارده بتمثل المدرسه الحديثه اللي بتعتمد على التكنولوجي والابداع، ومسدس الشمع هو آلته المفضلة، بتقدر تعمل بيه تحف فنية. ومعانا الناحية التانية بلوندي اللي بتمثل المدرسة الكلاسيكية والطريقة القديمة، وهي بتحمي مدرسة اعملها بنفسك الكلاسيكية. يا ترى مين اللي هيكسب تحدي الإبداع النهاردة؟ دولي لابسة قناع معمول من آلتها المفضلة مسدس الشمع. هنغلف القناع بالفويل ونغطيه بالفازلين. هنمشي على الحدود بالشمع اللامع، ونوصل الحدود الخارجية بالحدود الداخلية علشان نعمل القناع. هنشيل القناع الأصلي من تحت الشمع، ونلزق أستك ذهبي في الجنبين، ونضيف تاج كرتون ذهبي. ده مثال رائع في طريقة استخدام مسدس الشمع. والناحية التانية بلوندي عملت القناع بتاعها بالطريقة الكلاسيكية القديمة. نشبك سلك فضي على القناع باستخدام مشابك ورق. بندور السلك من عند فتحة العين، ونوصل الحدود الداخلية والخارجية عشان نعمل قناع، ونلزق أستك فضي في القناع باستخدام الصمغ. هنعمل تاج من الريش للتزيين، ونقص الزيادة، ونلزقه في نص القناع باستخدام الصمغ. قناع بلوندي شكله ضعيف لكنه في الحقيقة قوي. يا ترى مين اللي هيكسب في الجولة دي؟ اختيار الكسبان مش سهل، القناعين حلوين جدا، عشان كده المذيع أعلن التعادل. طبعا كلنا بنسأل ازاي المتسابقين يقدروا يستفيدوا من مهاراتهم في حياتهم اليومية. يلا نشوف ازاي ممكن يصلحوا فرشة سنان مكسورة. هنقص قطعة من شمع المسدس بطول مناسب من نفس لون الفرشة، ونسخن طرفها باستخدام المسدس، ونلزقها في الفرشة المكسورة. الحل ده عملي وبسيط وسريع. بلوندي هتستعمل أدواتها الكلاسيكية. هنقطع قطعة مناسبة من الصلصال من نفس لون الفرشة، ونلزقها في الفرشة المكسورة، ونسيبها في المية المغلية لمدة 10-15 دقيقة لغاية ما الصلصال يتجمد. ايه ده، الفرشة ولا كأنها جديدة. الاتنين قدروا يصلحوا فرشة السنان المكسورة باستخدام طرقهم المفضلة. كده يبقى تعادل. دلوقتي هنشوف طريقة كل واحد فيهم علشان تعمل حامل للأدوات المدرسية. دولي بتجهز مسدس الشمع. هنرسم شكل خماسي على ورقة، ونغطيها بطبقة من البلاستيك الشفاف، ونغطي بلاستيك بطبقة من الفازلين، ونصب الشمع من المسدس على شكل خماسي، ونبل صوابعنا بالمية الساقعة، ونساوي السطح، ونشيل الشمع الناشف من على قطعة البلاستيك. نقص قطع من شمع المسدس بأطوال مختلفة، ونرصهم جنب بعض على حدود الشكل الخماسي، يبقوا قريبين جدا من بعض. نرشهم بسبراي فضي، ونسيبه ينشف، وندهن لون أبيض، ونرش عليه تلج صناعي وجليتر. مش بطال، دولي بتورينا اختراعها الجديد. تعالوا بينا نشوف بلوندي هتعمل لنا ايه. هنرسم 4 خطوط بالطول على ورق كرتون. هنعمل علامات على اول خطين، ونوصل خطوط متوازية كل 5 سنتي بالشكل ده، هتدينا شكل المعين الهندسي. وهنرسم خطوط على اجناب المعينات، وعند الخط الثالث هنقسم المسافة على شكل المنحرف الهندسي، ونقطع الخطوط بالسكينة، ونجمع القطع على الخطوط، ونلزقهم بالصمغ.
وهنقص مثلثات من ورقة بلون مختلف، ونلزق المثلثات دي على حامل الأدوات المدرسية بالصمغ. بلوندي بتعمل سحر بالمقص والورق زي ما احنا شايفين النتيجة بسرعة. حامل بتصميم هندسي جميل من مواد صديقة للبيئة، تصميم مميز وشكله حلو. المتسابقين قلقانين ومستنين المذيع يقول انهي تصميم اللي كسب، والفايز في الجولة دي بلوندي. الأستاذ عصفور بيحب الهزار والإبداع، بيدي المتسابقين بيض ويشوف هيتصرفوا ازاي. دولي خلصت، تعالوا نشوف عملت ايه. هنقطع عصيان الشمع بتاع المسدس بأحجام مختلفة ونلزقهم في بعض على شكل حرف واي، ونساوي الحروف كلها بطرف مسدس الشمع السخن، ونزود اللزقة عشان يدينا الشكل المجسم. ندهن قطعة من البلاستيك بالفازلين ونضيف عليها شوية صمغ من المسدس، ونلزق فيها حرف الواي ونزود شوية صمغ، ونلزق قطعتين من قش البيض فوق الشكل، ونلونه بألوان أكريليك فضي، ونرش عليه جليترز. إيه ده؟ تمثال جميل جداً، زي ما يكون قشر البيض متعلق في الهواء. والحلو فيه كمان إنه كله معمول من شمع المسدس. لكن يا ترى ليه بلوندي شكلها محبطة كده؟ على طول بنعرف السبب، أو لما بنشوف تمثالها واضح إن الإبداع في الأفكار بيبقى معدي. معقولة دي؟ بلوندي عملت نفس التمثال بالظبط زي دولي. هنضيف كرات البلاستيك القابل للتشكيل على مية سخنة ونسيبهم شوية، ونشكل البلاستيك الدافي على شكل حرف واي، ونلونه بألوان أكريليك بتلمع، ونرش عليه جليترز، ونلون قشر البيض بنفس الطريقة، ونعلقهم على الحرف بالصمغ. إيه ده؟ حاجة غريبة جداً. طيب مش دولي هي اللي خلصت الأول؟ يبقى هي اللي تكسب الجولة دي. المهمة دي خيالية عن عمل ودن ألف. هنشكل سلك بالورد على شكل ودن لغاية ما يبقى شكله شبه مفتاح سول بتاع المزيكا، ونلف حواليه خيط بأوراق شجر صناعية. المذيع بيراقب كويس وبياخد ملاحظاته. من الواضح إن طريقة شغل بلوندي وجمال تصميمها زي المطلوب، بس لما بنجرب التصميم تجربة بلوندي بتفشل. الودن اللي معمولة من السلك بتقع على طول. خسرتي الجولة. الناحية التانية ودن دولي زي ما تكون ودنها الحقيقية، مهما هزت راسها مش ممكن تقع أبدا. هنرسم ودن الألف ونغطيها بطبقة من البلاستيك، وندهن بالفازلين، ونرسم على الرسمة بمسدس الشمع. نمسح الفازلين من الودان بقطنة، ونساوي الودان بطرف المسدس السخن، ونعمل فيها فتحة. لون الودان بألوان بيج أكريليك، وهنعلق فيهم نجوم بتلمع وحلقات بلاستيك زي الحلق. دولي طبعاً بتكسب الجولة دي. الودن اللي عملتها حلوة جداً وكمان فيها حلق. التحدي اللي جاي للمتسابقين هو إزاي نقدر نعمل جراب موبايل بقوس قزح وسحاب. هنلف صوابع صلصال بألوان مختلفة، ونعمل شكل قوس قزح، ونلزقه بالصمغ في جراب موبايل شفاف. ونلزق كمان سحاب معمول من القطن بنفس الطريقة. بلوندي استعملت الصلصال والقطن في تزيين الجراب، والناحية التانية دولي بتستعمل مسدس الشمع وألوان الأكريليك. هنتني أعواد شمع المسدس بحرص ونسيبهم في مية دافية. هنسيبهم مقوسين جوه المية 5 دقايق،
وهنشفهم بمناديل ونلزقهم في بعض بمسدس الشمع. نقطع الزيادة. ونلون كل قطعة ونلزقهم بمسدس الشمع في جراب التليفون ونعمل شكل السحاب. نرشهم بتلج صناعي. المذيع بيقارن بين الجرابين اللي شبه بعض. جراب بلوندي معمول من مواد أخف وشكله أحلى. بلوندي والمدرسة الكلاسيكية كسبوا الجولة دي. النتيجة النهائية هي التعادل. دولي وبلوندي أثبتوا لنا النهاردة إن إحنا نقدر نستخدم الطريقتين، طريقة مسدس الشمع والطريقة الكلاسيكية في عمل المشغولات. عجبكم التحدي النهاردة؟ اكتبوا لنا في التعليقات إيه اللي بتفضلوا تستخدموه، مسدس الشمع ولا الطريقة القديمة؟ وما تنسوش تعملوا لايك على الفيديو وتشتركوا في القناة وتدوسوا على الجرس عشان توصل لكم كل أفكارنا الجديدة على قناة ترومتروم.